بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بالتلاميذ والتلميذات اللي كانوا مقبلين على الامتحان الموحد المحلي للسنة السادسة ابتدائي، وكذلك التلاميذ والتلميذات اللي كانوا مقبلين على الامتحان الموحد المحلي للسنة الثالثة من السلك الإعدادي. هذا الفيديو كيخصكم، بقوا معايا باش نعرفوا المضمون ديالو. مرحبا بكم. إذن هذا الفيديو غادي نتكلم فيه على مذكرة صادرة عن وزارة التربية الوطنية في شأن إلغاء تنظيم الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي وكذلك السلك الإعدادي. إذن هذه مذكرة خرجتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قبل دقائق من الآن، حول إلغاء تنظيم الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسلك الإعدادي. إذا هي مذكرة حقيقية ورسمية من طرف الوزارة. هنا كاين الرقم ديال المذكرة، وهنا كاين تاريخ نشر المذكرة، وهو 30 من دجنبر 2020 اللي هو اليوم. إذا بالنسبة لموضوع المذكرة، هو إلغاء تنظيم الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسلك الإعدادي. إذا هذه مذكرة رسمية من وزارة التربية الوطنية، كدعي فيها المديرين والمفتشين والمدراء ديال المؤسسات وكذلك الأساتذة والأستاذات العاملين بالمؤسسات التعليمية بأنه الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسلك الإعدادي قد تم إلغاؤهم. إذا هنا عندي مضمون المذكرة، إذا قرأوا مضمون المذكرة. إذا سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله، وبعد فإلحاقا بالمذكرة رقم كذا بتاريخ 28 غشت 2020. إذا هذه المذكرة كانت لحتها الوزارة في غشت 2020 في شأن تنظيم الموسم الدراسي، وحدد فيها المواعيد ديال الامتحانات إلى غير ذلك، واعتبارا لمعطيات الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا بارتباط مع جائحة كورونا كوفيد 19، وانطلاقا من الحرص على ضمان استمرار تقويم تعلمات التلميذات والتلاميذ طبقا للمبادئ والمرتكزات التي يستند إليها نظامنا التقويمي الوطني القائم على مبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق، وتبعا لمتطلبات من السلامة الصحية للتلميذات والتلاميذ ومختلف المتدخلين في العمليات ذات صلة، يشرفني إبلاغكم أنه تقرر إلغاء إجراء الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسنة النهائية للسلك الثانوي الإعدادي في الموعد المعلن عنه في مقرر تنظيم السنة الدراسية 2020-2021 المشار إليه في المرجع أعلاه، وستتم موافاتكم لاحقا بالإجراءات المترتبة عن هذا القرار والتي سيتم تحديدها في ضوء تطور مؤشرات الوضعية الوبائية ببلادنا. والسلام. إذا هذا هو المضمون ديال المذكرة اللي فيها الكلام حول الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية سلك ابتدائي والسنة النهائية سلك ثانوي الإعدادي، حول إلغائه ولماذا تم إلغاؤه، وذلك اعتبارا لمعطيات الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا بارتباط مع جائحة كورونا كوفيد 19. مفهوم؟ إذا بسبب كوفيد 19 تم إلغاء الامتحان المحلي للسنة النهائية السلك الابتدائي والإعدادي، وكذلك بناء على التطور ديال هاد الحالة الوبائية غادي يتم موافاة المديريات الإقليمية بالإجراءات المترتبة عن هذا القرار، أي إلغاء الامتحانين، امتحان السلك الابتدائي والإعدادي. إذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الأخير أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. ما تنساوش تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.